اختتم مهرجان الغربية للرياضات المائية دورته الثامنة والتي أقيمت في مدينة المرفأ خلال الفترة من 21 إلى 30 من إبريل، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ونادي الغربية الرياضي. مهرجان الغربية الثنائية واحد المشاريع اللي يختص في 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 الجانب البحري. كما تعرفين عندنا مشاريع مهرجانات عدة في المنطقة الغربية مثل مهرجان الظفر ميزان الإبل، مهرجان ليوة الرطب، مهرجان ليوة أو تل مرعب، بالإضافة إلى صار مهرجان الغربية للرياضة المائية اللي مختص في الجانب البحري. تم اختيار مدينة المرفأ كونها الأقرب لمدن الغربية والإمارات أبوظبي وباقي الإمارات. اليوم إحنا في دورتنا الثامنة، المهرجان هذا في أكثر من 11 فعالية، عندنا 4 سباقات تراثية في الشراع التراثي، بالإضافة إلى 5 فئات في الشراع الحديث، مسابقة كات سير في قرية الطفل، السوق التراثي، مسابقات شاطئية من كرة قدم الشاطئية، طائرة شاطئية، السباحة، بالإضافة لفعاليات المسرح وغيرها. المهرجان واحد من أهم مهرجانات عندنا في الغربية، كون وضع الغربية على خارطة سياحية، المهتمين فيها الرياضات البحرية صارت لهم وجهة معروفة في مدينة المرفأ. الإمكانيات المتوفرة بالمملكة ساعدت في إنجاح هذا المهرجان. يحرص المهرجان على الاهتمام بالبيئة البحرية وحفظ موروثها وتقديمها للأجيال الناشئة بكل تفاصيلها الجميلة، كما قدم عبر أيامه العشر الماضية الكثير من الفعاليات المتنوعة التي تتناسب مع اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى البرامج الرياضية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للعائلات والجمهور، إلى جانب السوق الشعبي الذي يقام على هامش المهرجان، حيث يمثل صورة الحياة التي عايشها أبناء المنطقة بكل ما فيها من مقتنيات. نحن بالعكس عندنا مسابقات لكل الفئات، سواء كانوا محترفين أو هواة أو 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 محترفين أو مبتدئين. السباحة عندنا نفس الفئات، مسابقة الكايت سير ومسابقة زحلق الشراعي عندنا لفئة المواطنين، لفئة الأطفال، فئة العنصر النسائي، فئة الأجانب، فنحاول نغطي قد ما نقدر من الشرائح. يأتي مهرجان الغربية للرياضات المائية في مدينة المرفأ ليؤكد على مكانة المنطقة الغربية كواحة عامرة بالأنشطة والفعاليات على مدار العام، وعلى مقدرتها في وضع اسمها كوجهة هامة ضمن خارطة السياحة لما تتمتع به من مقومات النجاح والتنوع الذي يرضي شغف المهتمين من رياضيين ومحبي المغامرة والباحثين عن روح الموروث الشعبي الأصيل بصوره المتنوعة.